وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة. وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحب معي في ضيف حلقة اليوم وضيف الأكثر تميزا لهذا الأسبوع الأستاذ الدكتور محمد الجبور القانون. بداية نعرف بحضرتك عميد كلية الحقوق في جامعة عمان الأهلية، وأيضا عميد كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط، وأيضا أستاذ قانون الجنائي طلبة الدكتوراه في الجامعة الأردنية. حضرتك طبعا أيضا كنت ضابط في الشرطة، كنت مؤهل للدكتوراه في عام 1982. بداية اللي بنرحب فيك وأهلا وسهلا فيك بحلقتنا. وأنا أرحب بك وأجدها فرصة في هذا اليوم العظيم عيد الأم، وأثمن دور الفضائي الأردني جوسات في الاهتمام بهذا اليوم لما له من أهمية قصوى ودور فاعل في التماسك الاجتماعي والأسري، وتقديرا وتكريما للمرأة في عيدها بما يطلق عليه عيد الأم، للدور والأعباء الكبيرة التي أنجبت بها أطفالها وأبنائها ورعتهم رعاية صالحة لمجتمع صالح إن شاء الله. نعم. وأنا أرحب بكم أيضا. تسلم. يا سيدتي. تسلم. فضل. كلك ذوق دكتورنا. دكتور الآلة بدنا نتحدث أيضا، نبدأ على بداياتك. ما شاء الله مشوارك العلمي والعملي طويل جدا. لبنا نعرف السادة المشاهدين نبذة بسيطة أيضا على حضرتك. حضرتك أشهر وأن تعرف في هذا القطاع وفي مجالك، بس نعرف السادة المشاهدين. تفضل. أنا المحامي الأستاذ الدكتور محمد الجبور، حاليا أمارس عمل متفرغا لعمل المحاماة، وأعمل محاضرا غير متفرغ في الجامعة الأردنية لطلبة الدكتوراه في حقل القانون الجنائي. مررت بتجربة عملية منذ نشأة تفاعل المرأة مع العمل العام وبداياته ولغاية تطوره واستقراره في هذه المرحلة. الحقيقة أنه التربية والتنشئة الاجتماعية وفقا للأعراف والتقاليد والدور الاجتماعي الذي يرسمه المجتمع لكل جنس، والتطورات الاجتماعية التي لحقته وتفاعلت معه هي التي نهتم بها بهذا اليوم وهذه المناسبة لنتدارسها جميعا. نعم. فلم يكن العمل أو عمل المرأة في مجال العمل العام مقبولا لا اجتماعيا ولا بمقتضى الأعراف والتقاليد. وإحنا إذا بنستذكر قبل قرابة 40 عام عند محاولة استحداث الشرطة النسائية، يعني كان هنالك دورا فاعلا للمرحوم مدير الأمن العام أنور محمد في إقناع بعض العائلات بأن يدخلوا بناتهم إلى سلك الشرطة، وكانت هنالك صعوبة بأن استطاع أن يقنع 5 فقط لتتأسس منهم الشرطة النسائية. نعم. وقد تم إعداد الشرطة النسائية وجرى تطوير العمل بها من 5 إلى أن أصبحت إدارة ومدارس خاصة، وأصبح الآن عند الرغبة في تجنيد 10 أو دورة شرطة نسائية تجد عشرات الآلاف يقفون على باب مدرسة الشرطة ويتنافسون ويبدون رغبتهم في الالتحاق بالعمل. كان في السابق عمل النساء أو المرأة محدود في التربية والتعليم
لمدارس الإناث محدود في وبصعوبة في العمل كممرضة للإناث مثيلاتها. وكان الأمن العام يعاني في سبيل يعني الحصول على سجان واحد للقيام بأعبائه عند سجن النساء. نعم. فتطور الأمر وأصبحت إدارات الشرطة ضخمة والإقبال على الشرطة ضخم. وهذا هو الشأن الذي نركز عليه الآن أو نحاول أن نتصدى له في خصوص العمل القضائي ودور المرأة فيه. الحقيقة أنه العمل القضائي لم التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد هي التي تحدد مساره، لم يكن مقبولا لا مش اجتماعيا ولا واقعيا أن تكون المرأة قاضيا، وإنما في التطورات الاجتماعية والفكر الاجتماعي ولم يعني وعند إبداء الرغبة في أن تدخل المرأة مجال القضاء تحقق وهي على قدم المساواة مع الذكر، تحققت لها هذه الرغبة. وعندما تبدت هذه الرغبة والقبول الاجتماعي لها أن تكون قاضية. نعم. وليس موضوع الموضوع موضوع شكلي إطلاقا، الموضوع موضوع يعني متعدد الجوانب في التهيئة القاضي، في متطلبات المؤهلات العلمية والتميز. أصبح لدينا وسائل متعددة لإدخال المرأة حيز القضاء والجهاز القضائي. فبداية هناك متطلبات، الحصول على الدرجة العلمية والتميز فيها، ثم هي هل هي من قضاة المستقبل أو خلافه، المقابلات الفردية والشخصية، ليس كل امرأة صالحة لأن تكون قاضيا ولا كل حامل لشهادة الحقوق أن يكون قاضيا، وبالتالي تخضع لاختبارات سابقة على الالتحاق. بعد مرحلة الالتحاق بالعمل يعني يصار إلى إعدادها كأقرانها من الرجال في المعهد القضائي الأردني الذي يتميز بالتدريس العملي النظري والتطبيق العملي. فأنا كان لي شرف أني أدرس في المعهد القضائي الأردني من سنة 1990 لغاية 2005 ويزيد، إلى أن ظهرت الكفاءات المتميزة في الجهاز القضائي فأصبحوا يتولون هذه المهمة بكل جدارة وإخلاص وتفان وكفاية في العطاء، إلى أن أصبح الخريجات من المعهد القضائي والمنخرطات في السلك القضائي تحتل إيش المواقع المتختلفة. فكلمة قاضي كلمة تصلح لي من يعمل قاضي حكم، ومن يعمل قاضي مدعي عام لم يعمل في النيابات العامة والنيابات العامة الإدارية، كلها هاد موجودة. فانخرطت وأثبتت المرأة وجودها وأثبتت كفاءتها، رغم أنه هي لها أسبابها الخاصة البيولوجية والنفسية والتحمل والقدرة وتشتت الأعباء والمسؤوليات. ومع ذلك كانت ناجحة ومتميزة وتحتل مواقع في درجات المحاكم. يعني أنا عندي الأرضية الأصلية قاضي الصلح، فغالبية قضاة الصلح الآن من النساء. وتقوم بواجبات بخير قيام ويتقبلها المجتمع. والمحامون يترافعون أمامها والمحاميات يترافعن أمامها. ومحاكم البداية سواء أكانت في النزاعات الحقوقية أو في مجال
النزاعات الجزائية أثبتن مقدرة في محاكم البداية برضو متميزة وكفاءة متميزة، ويشار إليها بأصابع البنان. يعني أنا ما بدي أذكر أسمي أسماء لكي لا تكون هذه الحلقة خاصة بتشهير زيد أو بالزيد. يعني أنا أجد فيهن الكفاءة التي لا تقل عن زملائها في العمل من القضاء إطلاقا. بالتأكيد. نعم بالتأكيد. فهي على قدم المساواة معه، وإن كان التميز تميزا فرديا والمفاضلة فردية. في من قضاة الاستئناف نساء، مش بس من قضاة الاستئناف، في رؤساء المحاكم نساء، واستطعنا أن يثبتنا موجودية وكفاءة متميزة في إدارة المحاكم من الناحية القانونية والناحية الإدارية. بالتأكيد. والتنظيم الإداري. هذه مراحل الآن كلها تجاوزنا، وأصبح لدينا الآن قاضية في محكمة التمييز، مش بس وقف عندنا قضاءنا على مستوى الداخلي، عندنا قضاء تميزنا بجدارة وأصبحن قاضيات في المحاكم الدولية. ولا غضاضة نذكر اسمها، فهي مكرمة وكريمة ومعروفة لدى في المجتمع الأردني، العين تغريد حكمة. نعم نعم نعم. وهناك برضو في يعني بالنظر للتميز في حسن الإدارة القانونية، حسن الإدارة الإدارية، وحسن اختير فيهن من بلا جانب تغريد حكمة تتميز مفرط على مستوى دولي وعالم. يعني في عندنا برضو في مجلس الأعيان من القاضيات رؤساء اللي ترأسنا المحاكم، وإلي الشرف أقول إنها من طلابي، مش راح أقول اسمها، أو إذا بدكم أقول اسمها بقوله. فضل. برضو أصبحت عين في مجلس الأعيان. نعم ما شاء الله. بالنظر لعطائها وكفائتها. هذه النجاح المرأة في الجهاز القضائي الحقيقة منطلق اهتمام رئيس المجلس بالمرأة وأن يكون دورها فاعل، واهتمام وزير العدل، واهتمام المعهد القضاء الأردني. أصبحت الآن حاجة اجتماعية ملحة أن تكون المرأة على قدم المساواة مع الرجل في مجال الحقل القضائي، ولا تمايز ولا تفريق ما بين الجنسين إطلاقا إلا بالعطاء والكفاية. فأصبح الآن حقيقة يعني أثبت التجربة المقدرة والكفاءة في تفعيل سيادة القانون وفض النزاعات الحقوقية وفرض العقوبات، ولا تأبه ولا تتحرج في إصدار قرارات التوقيف وفي القيام بواجبات النيابات على خير وجه. فهي يعني أصبحن ضرورة عملية وتواجدهن مقبول، ويحافظن على هيبة ووقار المحكمة، ويلتزم المحامون والمحاميات والخصوم بهيبة ووقار هذه المحكمة، سواء أكان الجالس على كرسي الحكم ذكرا أم أنثى. بالتأكيد. بالتأكيد. نعم. بشكرك مرة تانية على المعلومات المفيدة. يعني نهاية لقاءنا لو بدنا نتحدث أيضا كلمة من حضرتك خلال خبرتك بهذا المجال، أيضا مشوارك الطويل، نأخذ نصائح للخريجين الجدد، شو بتحب تنصحهم أيضا للمباشرين عملهم جديد؟ تفضل. يا ستي أنا بنصح دائما المكون الحصول على المكون الأساسي للدخول في معترك الحياة حسب الحقل المرغوب في الدخول فيه. أول شيء إن الإلمام والتعمق العلمي القانوني السليم يشكل النواه الأساسية للنجاح في أي مجال. هذه أولا. اثنين، النزاهة والجدية وعدم التحيز
لأن العدالة هي نبراس القضاء. أن يحافظ على معايير المحاكمة العادلة هي معيار كل قاضي سواء كان من الرجال أو من النساء. وإحنا الحمد لله عندنا قضاء على المستوى العربي كله بالتأكيد. المستوى المنطقة معروف ونساهم ويساهم في كل العاملين في المجال القضائي في الدول الأخرى بل مطلوبين للدول الأخرى. فلدينا الأعداد الضخمة في دول الخليج وغير دول الخليج العاملين في مجال القضاء. أما مجال المحاماة فهو مفتوح لكافة المحامين وفي أي موقع والمجال. فأنا بقول للناس اللي برغب يكون أو البنات اللي بترغب تكون في السلك القضائي أنها تتمكن من دراساتها القانونية ابتداء. نعم. أن تستوعب التدريبات النظرية والعملية التي تتلقاها في المعهد القضائي والتطبيقات القضائية التي تقوم بها في داخل أروقة المحاكم. نعم. إذا تشبعت بشكل وأصبحت فيها مواصفات القاضية الجادة في عملها المنجزة فهذا هدف وهو الهدف الذي صارت عليه من سبقتها من زملائها وزميلاتها واللي بنتمنى لهم دائما كل توفيق بنتمنى لهم الصبر وهو الأعباء اللي على الأعباء التي يتحملنها ويتحملها القضاء أعباء ضخمة وجسيمة وإن الكلمات لا تعبر عن واقع فجائز أن نقول والله كلمة حبس أي كلمة حبس لكن قيمتها وآثارها ضخمة عندما يقال والله السجن الأشغال الشاقة 20 سنة أو الإعدام أو التوقيف لمدة 15 يوم وتجدد حسب الأصول القانونية هذا شيء ثقيل حجز الحرية يجب أن لا يرهبه أن لا يرهب القاضي أو القاضي موضوع المساس بالحرية الشخصية وسلب الحرية ما دام هو تطبيقا قانونيا سليما. نعم نعم. فالتطبيق القانوني السليم نحفز على أو نشجع دائما على الالتزام به وعلى إثرائه. اثنين ما في واحد إلا دائما يجب أن يغذي علمه باستمرار فهذا العلم بطبيعته العلوم القانونية تحتاج إلى متابعة ومطالعة ومستمرة ودراسة مستمرة فإن ركنت جانبا ذهبت. نعم نعم. مع الريح. بشكرك مرة تانية دكتورنا ويعطيك الف عافية على اللقاء الجميل مع حضرتك. الله يعافيك ويرضى عليك.